معاش اسمع حسن محذاف ام عناد عمري 19 سنه من سوريا منطقه حماه محافظه حماه انا طلعت من صف السادس يعني كنت ناويه اني اكمل دراستي اصير مهندسه دكتوره يعني اي شيء بس صار هالشيء هذا الظروف ما خلتني اكمل يعني ما لنا نصيب بس ان شاء الله مثلا هذا الشغل اما اي شغل زيهم بالمدرسه مثلا اخلي اولادي ان شاء الله يكملون بالمدرسه يحققون حلمهم يعني اشجعهم على الدراسه شغلي اني هذا انا مفتخر فيه يعني اني عايش اولادي يعني هيك يعني انه شيء كويس كنت اشتغل بالمزارع هسه عندي انا بنت صغيره هذا الشغل مثلا هسه احسن لي يعني بشتغل هنا شوي بروح على بنتي يعني مثلا الواحد يعلم اولاده على كبر يعني ان شاء الله من مرض من شيء الواحد يعني هذا كل شيء كويس الشغل انه الواحد اذا اخذ ابنه على دكتور اخذ ابنه على شيء ان شاء الله الواحد يعيش اولاده عيش كويس ما بيحتاج انه لحدا ان شاء الله